طيب اللي قاله كابتن مدحت شلبي ذكرنا بالزميل محمد صيام، لانه في الاهرام المسائي كان قاعد معاه في الاستوديو. تقرير في الاهرام المسائي بعنوان كبير: فتنه في الاهلي. كده وش فتنه في الاهلي؟ ايه يا عمي الدنيا خربانه ليه؟ اكرامي وليد سليمان وحسام عاشور بيطالبوا بالطرديه، الطرديه مع عبد الله السعيد او فسخ العقود والرحيل عن الاهلي، وكلام كتير عن الدنيا خربانه جدا، وانه دي لعيبه اللي يقرا ويسمع لا يمكن ابدا يقول ان حسام عاشور كابتن الاهلي اللي عمره ما تسبب في مشكله ولا عمره اشترط على الاهلي يقول الكلام ده او يلوي ذراع النادي الاهلي، او وليد سليمان اللي بكى عشان يجي النادي الاهلي، واللي حد من مدربين الزمالك قال ان انا لما كلمت وليد سليمان عشان يجي الزمالك وهو في بتروجيت لقيته بيبكي وبيقول لا انا مش هروح الا النادي الاهلي، او شريف اكرامي. متخيلين ان لعيبه بهذا القدر من التاريخ في العطاء للنادي الاهلي والاخلاص ليه يثيروا فتنه في هذا التوقيت؟ و العبقريه في اكتشاف المآسي في الاهلي، واخد توكيلها هذا الثلاثي او الرباعي الذي اخترق الاهلي كثيرا. وما زال يعتقد انه مارس نفس الدور. رصاص صيام وهو زملكاوي القلب وليس يعني هذا يعني مساله تعيب احد، ولكن الذي يعيبه انه يكره الاهلي. زملكاوي ماشي، اللي عيبه اكتر انه وجد الان نفسه دور داخل الاحداث في النادي الاهلي على مدى السنوات الاربع الماضيه. اتعمل له عضويه مدفوعه الاجر، هو النادي عضو نادي جمعيه عموميه، واخد بالك، هو والثلاث زمايله التانيين كويس، واصبحوا من اصحاب الراي والرؤيه داخل النادي الاهلي، وكل اللي كنت بحذر منه بيحدث الان. قلت لهم دول مش بيأيدوا الاهلي، دول بيأيدوا نظام موجود في النادي الاهلي، وبمجرد اختلاف النظام هينقلبوا على الاهلي. والحقيقه ما بيكذبوش خبر، يعني يكتب في الاهرام المسائي، يكتب في مصر اليوم، اللي هتقراه هنا هو اللي هتقراه هنا، اللي هتقراه من فلان هتقراه من علان، بس هنخلي علان لما يكتب حاجه ونجيب سيرته. كويس؟ ترتان بقى ده لامم الدور، واخد بالك، مؤقتا يعني. فهم مش بيتكلموا على الاخبار، ده بيتكلموا على امنيات. امنيات. طب امال ايه؟ لانه الحقيقه يا جماعه الثلاث لعيبه دول كمان جددوا على بياض. وانا عايز اقول لكم علشان بس انا شخصيا ما كنتش بصدق فكره، وكنت بعتبرها نوع من الدعايه، انه حد لاعب محترف يمضي على بياض. الى ان اكد لك كابتن سيد عبد الحفيظ. ما هو بياض يعني ايه بس يا استاذ ابراهيم؟ بياض مش معناه ان انت ما انتش عارف هيتعمل معاك ايه. اتكلمنا ورحت حاطط لك توقيع. اتكلمنا وانا عايز مثلا اخد بزياده قد كده او زي اعلى فئه. حاضر. قلت لي حاضر. هيتحقق لك هذا. رحت حاطط توقيعك وسلام عليكم. بس. ومش ممكن ده الا وانت عارف الاهلي عمره ما هيخلف معاك كلمه. وعمره ما هيضحك عليك. لكن تلقيح الكلام بقى لانه لا, لا 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 اصل انت فكرتني بحاجه. اللي بيتكلموا على الفتنه ما حدش فيهم نطق بكلمه وهو شايف فكره ان انت تغدر بلاعب. عملها مرتضى منصور مع لعيبه في الزمالك الفتره اللي فاتت، يتفق معاه على حاجه وبعد ما يحط التوقيع يلاقي نفسه بره القايمه، بس وقع علشان يتنازل عن فلوس متأخرة. الكلام ده حصل بشكل غير طبيعي في الثلاث أربع سنين الأخيرة مع لعيبة كتيرة وأسمائها معروفة، ونشر كل ده على استحياء، إن أنا أضحك عليك لغاية لما تمضي، على إن أنا هجدد لك إن أنت هتستمر معانا بس بشرط هتتنازل عن المستحقات المتأخرة. فاللعيب يمضي ثم يفاجأ إنه بره القايمة ويتم الاستغناء عنه. ده اتكرر كتير من غير ما حد من الناس دي يفتح بقه، من غير ما حد يقول اخلاقيا ده كان خطأ كبير جدا.
بس ما حدش يتكلم خالص. هو احنا يعني انا ما ب... معلش مش من هوات ان انا المقارنات والمقاربات، انا بتكلم عن النادي الاهلي. ها لا انا انت بتكلم على حراسه القيم. حراسه القيم انت دخلت النادي الاهلي يا استاذ محمد، ها، عشان كل اللي خرجت بيه من النادي الاهلي شويه الشغل السلبي ده، دي رؤيتك في النادي الاهلي شويه الشغل السلبي ده، انك تفضل تبخ هذا الكلام على الرغم انك تعلم مش هتوصل لنتيجه. اصل في الاخر خالص يعني هو عايز يقول يعني ان كله بقى بعد حكايه عبد الله السعيد لا لك احنا كنا غلطانين. ها ده الكلام ده لو كانوا لقوا جدوى مما فعله كابتن عبد الله السعيد. ولذلك انا بقول لك ربنا بيكافئك على مواقفك الصعبه. صحيح. تتحل بالشكل النموذجي ده. صحيح. فانت تحفظ الحقوق والقيمه والتقاليد. ورغم كده يعني لا لعيبه الاهلي مخلصه جدا. محترمه جدا. ومحترمه جدا. اه. وعارفين امتى يعني يتدلعوا على الاهلي والاهلي يقبل العشم ويرد الجميل. بس ايه؟ هات لي بطولات ومالكش دعوه واتفرج على اللي هيحصل للنادي الاهلي.